خريبة ديالسيرة والسبب فيه علاش قلتي لي ما قلت لك ما عرضتيش عليا ما. علاش نوصلوا لهذه الدرجة علاش اختيني ما تتفاهموش انا وياك الا ما بغيتيش حتى السلام ما بغيتيش تقول لي السلام ولكن على الاقل ما تمشيش عند السحاب ما تمشيش عند السحارة باش تدمرنا انا ازيد من 30 عام وانا عايش في هذه الكارثة ديال السحاب انا ضيعوني انا علاش شكون خلاني باش خرجت لهذا الشيء راه هذا الشيء خطير بزاف بالنسبه ليا انا راه تنغامر بولادي وبرزقي وبحياتي لاجل الانتصار ننتصروا على هاد المشعوذين ولكن بوحدي انا ما نخدش بوحدي نحقق هذا الهدف الا اذا لقيت الناس بحالكم ساندوني غننتصروا ان شاء الله الا انتصرنا اكيد غنعيشوا ان شاء الله احسن عيشه غنختم بهذه الكلمه احفظ جيل في نصح قال لي يا شيخ شتي لو كان الناس كلهم يديروا الرقية حلف باللي حتى شي واحد ما غيبقاش مريض وحتى شي واحد ما غيعيش في الزنقة يعني بزاف اتصلت فيا واحد السيدة عندها 66 عام 18 عملية اللي دار 18 بدون جد اسبابها السحر المهم وصلوا يديروا ليها سلسلة لكرشها يعني 18 كرون كيفاش هاد السيدة ولا الكرش تاعها ولا الجسم تاعها 18 عملية يديروا سلسلة ويتهناو والسبب السحر بين غيقول الطبيب غيقول لك اودي راه ما فهمنا والو اجي انت ولا انت اللي تيعرضوا ما كاينش السحر فكري هذا المشكل لما قلنا سيدي معاك ما كاين لا سحر لا شعوذة لا الدجال وهذا الشيء ولكن بنادم ملي تيحلق الراس ولا الكرش ولا الرجلين ولا تيمشي عند الاطباء تيرفعوا يدهم كيقول له ودي ما فهمنا والو اجي انت فكنا غير هذا المشكل اللي باغي نقولها حبيبي اخوتي السحر موجود راه الى بقيتي معايا جلستي معايا ساعة غتشوف واتساب شحال من واحد غيتصل بيا وغتجاوبو براسك وغتسمع المعاناة نتاعك مختلفة كل واحد شنو عندو إلا اتصل بيك واحد ولا جوج ولا عشرة غتقول ربما صدفة ولكن أحبيبي المئات يعني التغيير المنتشر بزاف المشكلة أخوتي هاد الشيء راه تيبكي غتبكي الدم بلاصة دموع عائلة كاملة مدمرة الحمد لله خدامين رزقهم طوموبيل ولكن مضمرة الداخل خلي بنادم اللي تيسوط ترفض الخبز بالزز نقولوا هذاك الضعف العوان ما عندهش
ولكن اللي عايش في اوروبا يعني الاغلبيه ديال الشباب الكبار الصغار تيتمناو يمشيو لاوروبا، القانون الخدمه الدار السلام عليكم. الحمد لله. وما يلوخ تخرج اللايف ديال دي دي اليوتيوب صباح شوية شوية تعاود داي لا أقايك لقاء ولا سامي لا الأخ حبيب الجاري يجيب خصوصا كي نتشارك كذا نخطيني الشاء هذا نخطيني الشاء عبر صافي اليوم أمي غير أخو رشيد مسكين إيقاع التورنت سبوري انتي وزين وزما هذه الصورة هذه الشورة هذه الصورة والو ما كان عسل فر سر فر سر فر سر فر سر فر وحنا كان بادن كيسبب والكمع على الله وكاين السحر راه كاين. أنا قلت لكم السحر يتجا مدمر الناس إذ معي وذين وإن شاء الله نستورنا السماء قوسنا وإني خاف يدير غان وشو خاص كسير نو خاص وي وجبو لقيا تريفوينو توغا مدمر توغا رقفيت الجن توغا صلي على القناة كرسي قرب كرسي قرب الله أعلم وزما تقلد سقادير الفيديو ود كورنايد سقادير الفيديو ود كورنايد قالي وين عدو وكين عدو يومين وسعدو والو نهار قال الحمد لله تجمع قوم يسمع السلام الله عليكم بسلامة نهاركم مبارك نهار الثلاثاء 14 أفريل والسلام عليكم تجي كنيو كبوسكم السلام عليكم.